طريقة تفعيل البطاقة الإلكترونية، كل اللي عليكم تدخلوا على تطبيق الجامعة اللي هو ده، بعد كده تجوا على المزيد، بعد كده خدمات إدارية، بعد كده البطاقة الإلكترونية. من هنا تدخلوا على البطاقة الإلكترونية وخلاص يتم تفعيلها. طيب في حالة إنه مثلا دخلتي وما لقيتي صورة، كيف ترفق الصورة؟ حتروحي على تطبيق الجامعة، تطبيق الجامعة، موقع الجامعة بالأصح، حتعملي تسجيل دخول. طيب بشكل عادي يعني تسجيل دخول، تيجي على هنا الخدمات الإلكترونية، خدمات أكاديمية، البوابة الإلكترونية، بعد كده هنا تيجي على شخصي، رفع الصورة الشخصية للبطاقة. تيجي من هنا انت هسه صورت الصورة اوريدي، تضغطي على استعراض. طيب بعد كده مثلا نختار دي الصورة. طيب من هنا تعدل الصورة، حتختاري سمول. طيب تعملي اختيار انك تمام، بعدين تعملي رفع الملف، وبكده تترفع عندك.